السلام عليكم، معكم الفنان مراد اسمر. واليوم بغيت نقول لكم من بعد ما درنا الاغنيه اللي كانت موجوده في اليوتيوب ديال الاطفال ديال دراغون بول، كيجمعني عمل ثاني ان شاء الله مع الفنانتين الشابتين الصغيرتين الجميلتين رانيا واشواق. وانتظرونا في واحد العمل زوين 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 بزاف، وكنتمنى يكون عند حسن ظنكم. وإلى لقاء قريب مع رانيا وأشواق ومراد أسمر.